أكيد طبعا كلنا سمعنا عن البطل الخارق هالك، الإنسان العادي اللي فجأة تحول لوحش أخضر مدمر، وعلى الرغم من أنه مجرد شخصية أسطورية في فيلم خيال علمي، إحنا بقى عندنا في الحقيقة على أرض الواقع بطل حقيقي وهو هالك ضمن سلالات الكلاب، وهو الوحش المدمر وأضخم كلب بيتبول في العالم. كلب البيتبول في العموم خطير وشرس وعنده عضلات ضخمة وبيتصدر دايما أعلى حالات العض والإصابة للبشر في كل أنحاء العالم. كلب شرس جدا، مش بس البشر هي اللي بتعمل له حساب، كمان كل السلالات الكلاب بتعمل له ألف حساب. قبل ما نبدأ الفيديو يلا بينا ناخد صواب مع بعض ونصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا منى شاكر ودي قناتي على اليوتيوب Only Dogs Lover. ياريت ما تبخلش علينا باللايك علشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد من محبينا ومتابعينا. يلا بينا نبدأ الفيديو. النهاردة هنتكلم عن عملاق سلالة البيتبول، كلب هالك. صفاته الجسدية تفوق أي كلب بيتبول. وزنه 80 كيلو جرام، يعني 3 أضعاف وزن البيتبول العادي، لأن كلب البيتبول العادي بيكون 30 جرام. بتعود ملكية الكلب هالك إلى مارلون. مارلون ده كان ملاكم سابق وأنهى مسيرته في الملاكمة بسبب إصابته في إيده وتفرغ لتربية الكلاب. مارلون بدأ بمزرعة صغيرة بتحتوي على كلبين فقط، وكان طموحه أن يكون عنده مزرعة عادية يعيش من دخلها هو وأسرته، لكن اتفاجئ بنمو الكلب هالك بشكل غير طبيعي، وأصبح مارلون هو صاحب أشهر وأضخم كلب بيتبول في العالم، وفكه قوي جدا ومدمر. وبعد نشر مارلون فيديوهات تعريفية عن الكلب بدأت تجيله عروض بملايين الدولارات مقابل بيع الكلب، لكن مارلون رفض وقال انه اصبح من افراد الاسرة وعمره ما هيفكر يبيعه. واصبح الكلب بينتج من 8 الى 10 جراوي في السنة، واصبح بيدخل مئات الدولارات سنويا لان الجراوي بتباع باسعار عالية جدا. مارلون بيقول ان الكلب حنين ووفي وودود وخد عليهم وهم كمان خدوا عليه وما يقدروش يستغنوا عنه ابدا، بالاخص زوجته وابنه الصغير. مارلون وولاده خلاص خدوا عليه، ودايما ولاده بيكونوا موجودين حتى في التدريب، ما بيخافش عليهم منه لانه خلاص خد عليهم وبقى حنين عليهم وبيخاف عليهم من اي حد. دايما الولاد بيلعبوا معاه وحاسين بحنيته وخوفهم عليه، وهم كمان بقوا بيخافوا عليه وبقوا حنينين عليه ودايما بيأكلوا ويلعبوا معاه. اخر 8 جراوي اتولدوا في 2022 وتقدر قيمتهم ب 800 ألف دولار. واعلن مارلون مؤخرا في بيان صحفي ان في جرو من الثمانية بيتميز بقدرات خاصة. الكلب اللي بيتميز بقدرات خاصة من الثمانية اسمه كوبي، وغالبا لما هيكبر هياخد الشهرة من هالك والده. واضاف مارلون كمان في البيان الصحفي انه هيستمر في تطوير سلالة الكلب هالك لحد ما يحصل على كلب اضخم واقوى منه. وعلى الرغم من ضخامة هالك وشرسته الا ان مارلون بيوصفه بانه حنين وطيب وودود جدا مع كل افراد الاسرة. مارلون بيقول ان الاذى الناتج عن كلب البيتبول بيكون بسبب تدريباتهم السيئة او سوء معاملتهم او اهمالهم اصلا بدون تدريب خالص. مارلون بيقول انه لما قام بتدريب الكلب هالك من صغره علمه دايما على اطاعة الاوامر وحراسة الاسرة، وبيتم اطعام هالك حوالي 2 كيلو لحمة غير الدراي فود، يعني من الكلاب المكلفة جدا جدا جدا، يعني مش اي حد يربيه. ما تنسوش بقى تدعمونا بلايك واشتراك وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.